عيني بالشباب قلبي بس اقفلنا اقفلنا اعطينا مجال يا اخي انت ساد الطريق ساد الطريق غير عندك ليش تصورنا اصورك طبعا ليش تصورني تتحمل المسؤوليه انت المستشفى اسفار ليش تصورني أصورك. انا عمر اجاني عمر بعد طبيب جاي ليش ما تفتهم من ناحيه على راسي بس انا قاعد طبيب وعندك خساره عمر عدي لا تقدر تصور هذا تصوير عيب تصور انت طبيب وعندك شهاده والحمد لله وشكر وين احترمتكم وقدركم رحم الله والديك لا تصور لا اصورك اصورك لان انت جاي تمنعني من اداء واجبي زين على مستوى يعني انت ترضى من تعب ناشرك الضابط يعاقبني من هو الضابط طيني اسمه طيني اسمه لا شنو خلي العالم تعرف تعال سعد انا العالم تعرف ابويا تعال قاعد اصور منه شو تعال خويا طبيب انا وعندي خفاره راح ترجعوني من دوام طبيب يرجع حتى لو طبيب يرجع صورنا وديها للقائد خوش حتى القائد هو اللي معطيك خبر اي سلام يا ابي شنو اللي رسالة؟ يا ترجعني من شغلي انا بالنسبه لي طبيب وهاي هويت يا صابين هاي هويت عيب الصوت خوش حج عيب علي يعني صوتك وانت مو عيب عليك تمنعنا من اداء واجبي امر قائد بامر القائد خوش حج خلي العالم تعرف انه القائد جاي معنا اطباء صورنا احنا بالنسبة لنا كل احنا بعد ما ندام بالمستشفيات خوش حتي صورنا وديها القائد قلنا ما يخلوني نجده ودريت بي انا طبيب ورئيس الطبوبة لا علي من رئيس الطبوبة جاي مو عناد انتم تعبانين واحنا تعبانين هاي يا اخوي شكرا جزيلا وعشت اليكم زين هاي بالنسبة لنا مستشفانا جاي منعونا من اداء واجبنا زين هاي عشت اليكم